السلام عليكم ورحمة الله في هذا الفيديو سنقوم بعمل مقارنة لسرعة الانترنت بين استعمال الهوائي الخارجي لمودام الكارجي هذا الهوائي كنا قد صنعناه يدويا الفيديو نزل أمس هذا هو الانتن أو الهوائي طريقة على قناتي على اليوتيوب الآن بإمكانك أنك تجد الفيديو فيه قرابة 50 دقيقة خطوة بخطوة بمعدات بسيطة ده. موجودة في كل بيت تقريبا. الآن ندخل إلى إعدادات المودام، هذه صفحة الإعدادات. ندخل إلى إعدادات الهوائي. الآن أنا استعمل الهوائي الخارجي. استعمل الهوائي الخارجي. جودة او اشاره الشبكه هي ممتازه الان نعمل تست للانترنت ندخل الى موقع سبيد تيست نقوم بعمل تست للانترنت انا حاليا استعمل الاونتين الذي قمت بصنعه امس والذي نزلت عليه فيديو في قناتي على اليوتيوب الان سرعه الانترنت حوالي التحميل اي الداونل آه قرابة ثمانية ميجا الان شوفوا الابلود ابلود دائما اكثر من الداونل كاين بزاف من الاخوة قالوا لي ديرنا تيست حول باستعمال الاونتان وبدونه الان كيما نشوفوا آه الان هو وقت آه تقدر تقول عليه وقت الذروه تسعة و 25 ليلا الان آه ندخلوا الإعدادات المودام او اعدادات الاونتان ونفعلوا الاونتان الداخلي للمودام اي اونتان انتجري شوفوا الاشاره كيفاش تنقص كما راكم تلاحظوا أصبحت تقريبا سيئة والآن متصل من نفس البرج لما أدخل بالتطبيق على الهاتف أجد أنه نفس البرج لكن الإشارة تنقص من دون استعمال الهواء الآن آه ندخل إلى موقع التست نديرو تست جديد ونشوف الفرق الآن كما راكم تلاحظون فرق ملاحظ... الفرق واضح بين التجربتين لا مجال للمقارنة كما راكم تلاحظوا أه بضعف الاشاره تصبح الانترنت جد بطيء الان نرجع الانتين الخارجي شوفوا كيفاش تحسن الاشاره البرج بعيد عليه حوالي قرابة واحد كيلومتر كان هذا تيست بسيط لسرعة الانترنت باستعمال الهوائي ومن دونه اللي حبي يصنع الهوائي يلقى الطريقة في القناة على اليوتيوب نخليها لكم في أسفل هذا الفيديو